انظر معي إلى ذكر فرس البحر كيف يلد أطفاله. إنه يخرج أكثر من 2000 طفل من بطنه خلال فترة حياته. سبحان الله، انظر معي إلى هذا التصميم الرائع. إنه ملك التخفي في البحار. سنتأمل اليوم هذا المخلوق الجميل الذي يعتبره العلماء أعجوبة للطبيعة، ولكننا نعتبره أحد عجائب خلق الله تبارك وتعالى. حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة. الحقيقة عجائب الخلق كثيرة جدا، لا تعد ولا تحصى، وكل يوم العلماء يقدموا لنا عجائب لا حصر لها حول هذه المخلوقات اللطيفة الوديعة التي تعيش في البحار، والتي هيأ الله لها أسباب عجيبة للرزق، من أهمها القدرة الهائلة على التخفي أو التمويه. انظروا كيف خلق الله له هذه أعضاء التي تشبه ورق الشجر، وبالتالي المخلوقات المفترسة تأتي فتظنه عبارة عن كائن ثابت، عبارة عن نبات، وبالتالي تبتعد عنه فيحمي نفسه بهذه الطريقة الغريبة. العلماء في كاليفورنيا صوروا هذا المخلوق الرائع. حقيقة يعني كل شيء فيه يدعو للحيرة والدهشة. الأنثى تلقي بيوضها في جيب خاص في بطن الذكر، سبحان الله، والذكر يحتضن هذه البيوض ويغذيها ويحافظ عليها ويحرسها حتى تكبر وتتحول إلى مخلوقات كاملة، سبحان الله. الآن بعد قليل سنشاهد كيف يخرج أو كيف يلد أبناءه. الذكر هو الذي يلد الأبناء، وبمنظر رائع جدا التقطه العلماء في هذا الفيديو، سنشاهده معا بعد قليل ونسبح الله تبارك وتعالى. طبعا أيها الأحبة، هذا المخلوق لا يزيد عن 2 سنتيمتر، يعني سنتيمترات قليلة، وهو طبعا يلتقي مع الأنثى لقاء هادئ جدا ومنظم، والأنثى تضع بيوضها بتلقيها في بطن الرحم، في بطن ما يشبه الرحم، فتحة خاصة. انظروا بعد أن كبرت الأطفال يخرجهم بهذا الشكل، يخلق مخلوق كامل، يعني يخرج جاهز للحياة، مجهز بكل وسائل الحياة، سبحان الله. يقول العلماء إنه يخرج من هذه الفتحة من بطنه أكثر من 2000 طفل خلال فترة حياته، سبحان الله. وهذه ظاهرة غريبة في عالم الحيوانات يندهش منها العلماء، تظهر رحمة الأب بهؤلاء الأطفال الصغار الذين يحاول أن يرحمهم ويحفظهم، يعطيهم كل الدفء والحرارة والحنان. انظروا معي إلى هذا التصميم الرائع. يعني صحيح هو صغير الحجم، ولكن الله عز وجل أعطاه تصميما هندسيا رائعا. انظروا، هذه كلها أنواع، هناك مئات الأنواع من هذا المخلوق اللطيف الذي سخر الله له أسباب الرزق، حتى اللقاء مع الأنثى يكون لقاء هادئا ومليء بالحب والمودة. طبعا هذا المخلوق أيها الأحبة كما يقول العلماء من المخلوقات المعقدة جدا، على الرغم من أنه موجود قبل عشرات أو ربما مئات الملايين من السنين، لم يتغير ولم يتبدل ولم يتطور. فنراه بهذا التصميم الرائع، لديه قدرة على تغيير ألوانه، لديه قدرة على التشكل حسب المنظر الذي أو حسب البيئة التي يعيش فيها، لديه قدرة على أن يعطي نفسه أشكال تظنها المفترسات أنه عبارة عن جزء من صخرة أو جزء من نبات. انظروا إلى هذه الأعين، تصميم مذهل، يعني شبيهة بعين الإنسان، وهذه النهايات تستخدم للاستشعار والتحسس ليكسب رزقه، سبحان الله.
طبعا العيون تتحرك 360 درجة رؤية شاملة كروية، ليس له معدة، ليس له أسنان، فالطعام يمر مباشرة إلى الجهاز الهضمي ويتغذى عليه ويشكر الله سبحانه وتعالى. طبعا مثل هذه المخلوقات أيها الأحبة تدعونا أن نتفكر فيها، هذه الألوان الزاهية وهذا التصميم الرائع والقدرة الهائلة على كسب الرزق، القدرة الهائلة على التكاثر. يقول العلماء صحيح هو يستطيع أن يضع بحدود 2000 طفل خلال فترة حياته، ولكن معظم هؤلاء الأطفال يموتون وينجو بحدود 10%، يعني 200، ولكن هذا العدد كبير يعتبر. هذا الفرس البحر هذا أيضا هو غذاء للكثير من الكائنات الموجودة في البحار سبحان الله. لذلك أيها الأحبة عندما نتأمل هذه المخلوقات يجب أن ندرك أن الله الذي رزق هذا المخلوق وأعطاه هذا التصميم الرائع لا يعجز أن يرزق عباده الذين يسألونه الرزق. قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق. انظر معي إلى هذه العين كيف تلتف ولديه القدرة على الرؤية كما قلت، ويرى بعينين شبه منفصلتين، كل عين يستطيع أن يرى لزيادة الأمان. سبحان الله، يعني والله شيء عجيب في تصميم مخلوق ربما لا ننتبه له أو لا نأبه له، أو ربما كثير منا يعتبره مخلوق تافه، ولكن فيه عجائب كثيرة لا زال العلماء حتى الآن يكشفون أسرارها. طبعا هذا الكائن عندما يضع أطفاله مثلا إذا كان لونهم أصفر ووضعهم على شعب مرجانية لونها مثلا برتقالي أو بنفسجي يتلونون حسب لون البيئة التي يعيشون فيها سبحان الله. وهذه أغرب ما حير العلماء، كيف يستطيع هذا الطفل الصغير الذي ولد حديثا أن يعلم ما هو نوع البيئة وما هو لون الصخور ليلون جسده بنفس الألوان؟ طبعا هذا الأمر أيها الأحبة لا يمكن أن يتعلمه صغير فرس البحر، ولا يمكن أن يتعلمه بالممارسة، لأنه يولد مباشرة فيغير لونه حسب البيئة، حسب نوع الصخور ونوع الشعب المرجانية. وهذا يؤكد يقينا أن هذه المخلوقات تخلق وهي مبرمجة لتعيش في بيئتها، وليس كما يدعي أصحاب نظرية التطور أن المخلوق يتأقلم مع البيئة. لا، هو يوجد ويخلق هذا المخلوق ليجد البيئة المناسبة له. وبالتالي هنا قضية مهمة أيها الأحبة، أن الله عز وجل يقول قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لأن الخلق لا يكفي أيها الأحبة، لابد من الهداية، يهتدي هذا المخلوق إلى رزقه، إلى التكاثر. انظروا، يعني هذا الذكر، هذه العين لديها القدرة على التحرك بكل الاتجاهات، لديه قدرة هائلة أيضا على التخفي، من أين جاء بها؟ قدرة على تغيير الألوان، لديه قدرة على كسب رزقه وعلى الاصطياد. كل هذه الأمور تجعلنا نعتقد أن هناك إلها حكيما بديعا عظيما هو الذي خلق هذه المخلوقات، وهو الذي وجهها وهداها في رحلة حياتها. من عجائب هذا المخلوق أنه وفي جدا لزوجته، يتزوج مرة واحدة فقط سبحان الله، ويعيش معها طوال مدة حياته. هي تقوم بتصنيع البيوض، ثم هو يلقح هذه البيوض، تضعها في كيس خاص في بطنه وينميها، تنمو في بطنه، ثم يلد الأطفال. فهذه الحياة التي يترافق فيها الذكر مع الأنثى ولا يخونها ولا يلتفت لغيرها، يقول العلماء إن هذا المخلوق وفي جدا لزوجته، يتزوج مرة واحدة ويكون على تواصل دائم معها. طبعا هذه المخلوقات لها لغة خاصة بها،
وبالتالي أيها الأحبة، كل هذه الحقائق تدعونا أن نعتقد ونتأكد أن الله عز وجل هو الذي خلقها، وهو الذي وجهها، وهو الذي علمها، وهو الذي وضع في دماغها البرامج المناسبة لتقوم بجمع رزقها ولتتكاثر وتستمر في الحياة. يعني هذا موجود منذ ملايين السنين، هذا الكائن عشرات الملايين وربما مئات. فلذلك كل هذه الأمور تجعلنا نستيقن بالله عز وجل ونزداد إيمانا ويقينا أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى أحدا من فضله، فهو القائل: وما من دابة في الأرض ولا طائرا يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.